بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا هذا الجيب موديل 80، راح نغير علبة دركسون، العلبة التحتية والفوقانية. هذه طارة عادي لكن بردها إلى طارة هواء. وأذكر الله قولوا ما شاء الله، الجيب هذا موديل 80، فراح نغير العلبة. هذه العلبة هنا، هذه علبة طارة هواء، وهذه العلبة حقت الزيت، وهذه حقت الشاص، وهذه الليات كلها كاملة. راح أفك الدنيا هذه كلها وراح أبدأ خطوة بخطوة. أنتم معي، الله يحييكم. سوي ميوت ميوت. طيب الحين بنفك العلبة العادي، هذه العلبة العادي نفكها من هنا، نفك هذه كلها ونطلع العلبة هذه كاملة ونجيب العلبة الثانية ونركبها. والله بسأل عنها. اسحب لي دركسون يا احمد شوية، حاجة بسيطة سهلة. اسحب عليك شوية العلبة، روح ايوه روح روح بس خلاص فك. العلبة القديمة فكيناها، وانا العلبة القديمة ركبناها هنا، العلبة ذيك ركبناها هناك، هذه الليات نركبها. طبعا الدركسون يوم جينا نركب دفعنا الدركسون جوا، طلعنا علبة قديمة وركبنا العلبة الهواء، والحين نبدأ نطبق. طيب كذا ركبت المواسير حقت الزيت حق علبة الدركسون. طبعا الجيب هذا موديل 80، حولناه من عادي إلى طارة هواء. باقي فيه شغلة، باقي فيه البكر، هذه لازم نركبها عشان السير حق العلبة. راح نفك الصامولة هذه لكن مو الآن، بكرة بإذن الله. الحبة ما عندي، راح أجيب لها حبة يصير نفكها ونركب هذه بإذن الله. الأدياتر كمان فكيت، الأدياتر كان فيه زي الطينة كذا، لأن الجيب هذا واقف لسنين طويلة، فقلت مرة واحدة نصيخ الأدياتر وننظفه مرة واحدة. والموتر ما شاء الله تبارك الله، اذكروا الله قولوا ما شاء الله، نظيف نظيف نظيف. طبعا يوم فكينا العلبة ضروري تفك الدركسون شوي، تسحبه عشان تركب العلبة. وبكرة خير إن شاء الله. طبعا ما صورت أنا بالفك والربط خطوة خطوة، ما قدرت أصور لأن صاحب الموتر كمان واقف عندي، وأنا في عادة إذا صاحب السيارة عندي ما أعرف أصور صح، أصور بشكل سريع يعني. ويا مرحبا، حياكم، وبكرة أكمل شغلي عليه إن شاء الله.
طبعا ما شاء الله تبارك الله غلقت طبقت ركبت العلبة حقت الهواء هذه العلبة حقت الهواء طبقناها غلقناها المواسير تجي من خلف الشبك تروح هناك تيجي هنا هذه المواسير تجي لين هنا طبعا حق الراجع اللي هنا بعد ما ركبنا وغلقنا طلع فيه تهريب في نفس اللي فكيته على اساس يروح ينكبس وجيد اجيبه واركبه بس واموره كلها تمام الحين شغال على البوري البوري ما هو شغال لكن ركب على الكتاوت هنا راح اركب له اللهم صل على النبي القفيز ركب له القفيز وثبته هنا على الكتاوت الطرف هذا هذا موجب هذا موجب يطلع منه السالب موجب الطرفين هناك وسالب من نفس البدي فراح اركبها واضبطها ان شاء الله طبعا برضو كنت شغال في البدي كمان البدي فيه شغل فراح اغلق من البوري التوصيلات حق البوري والشغل حق البوري راح اشتغل في هذه طبعا هذه صنفرتها من البارح هنا فيه صنفر سويته لان هنا يحتاج له معجون بدي معجون حديد وهنا وراح ارش المنطقة هذه بس طيب وبكذا قلقت البوري باقي بس ارتب السلكونارة من هناك كذا شبكته وخلصت هنا يبغى له بخ بسيط دبليو 40 اساس يمسك على طول هذا المعجون معجون الحديد حطيته تقريبا الساعة 3 الظهر يعني حق 6 ساعات الآن يمكن تقريبا الساعة 8 فصنفر بعد شوية وأظبطه وبعدين أحط المعجون العادي وأصنفر المعجون العادي بكرة بس هو الطرف هذا والطرف هذا بس وبكرة بإذن الله أرش المنطقة هذه كاملة أرضية كاملة هذه أرشها مع الحزام هذا بس جيب البوية بكرة وابدأ فيها طبعا هذا الحدايد هذه ضمانات كان يسوونها تضمين للسيارة ضمانات تجي هنا في هذه المنطقة تضمينة هنا تضمينة هنا تضمينة هنا طبعا المحل التضمين هذا طلعت أنا التضمينات هناك وهذا الوسخ اللي تحت التضمينة هذا باقي ما نظفته هذا هنا نظفته باقي له حاجات بسيطة هنا هذا كله نظفته كان هذا وسخ هذا باقي هذه شويتين اللي هنا هذا كله نظفته وباقي بزيد اكرر عليه مرة مرتين لين ينظف صح هذا باقي ما نظفته هذا بنظفه